المرجان او بالمرجان جاينا جاينا طال عمرك يا حي الله بالمرجان حيك حولك ونك ورك حياك الله جنبش حركات انت بالمرجان ها كيف حالك بخير الحمد لله بن مرجان هاي شوفك هنا ما لقوك هنا انت وين يا بن مرجان استريح استريح طال عمرك كيف حالك يا بن مرجان خير الله يسلمك يا حياك الله ها اليوم شو محضر لنا من القهوه هاي طال عمرك ادور المفتاح ها اول لقيته في القحه زين وتو لقيته هنا بطني الله يقطع سوالفك يا بن مرجان انت دمك خفيف يا حي الله يا حي الله ما خليتنا نرحب بالمشاهدين خلنا نرحب بالمشاهدين مساكم الله بالخير مشاهدينا الأعزاء طبعا نرحب بكم في برنامج محاشي واليوم رح تكون حلقتنا مختلفة لكل المتسابقين ولكل الضيوف إن شاء الله رح يكون كل شيء إن شاء الله في برنامجنا يا بن مرجان خلنا نكمل التقديم الله ياخذ بليسك ورح تكون معانا طبعا الأسئلة بنازل أطلع أطلع بالأسئلة السؤال أطلع بالسؤال يقول السؤال لا إذا جالين ميت وإذا تحركون ثلاثة تكلم الميت رقم واحد البراية القلم المحاية طبعاً الأرقام الواضحة قدامكم في الشاشة أعمان جبل 9-0-2-0-2-0 أما للغراب 9-2-0-0-3 أما ربعي فالاتصال يرجع على 2-3-0-0-0 حمر طبعاً راح نتواصل معاكم مشاهدينا الأعزاء في حلقتنا محاشي بن مرجان اليوم وين قهوتك يا بن مرجان؟ ها؟ اليوم ماشي بن مرجان ترى أنا الكلف هذا البرنامج أي نعم شفتوا الخاتم؟ أنا هنا المعد وأنا هنا المخرج وانا المتسابق وانا الجوائز وانا كل شيء لا تطلع لا تطلع فاصل لا تطلع حي الله خالد الذرس كيف حالك اتفضل اتفضل استريح استريح ترى خالد الذرس سبحان الله خالد الذرس ما يعرف غير انه يضحك كيف حالك يا الذرس هو ترى مسوي طال عمرك تنظيف بروشة بروشة داخل دروسة وفي سوس شوية الله ياخذ بليسك يا الذرس بس خلاص ربع عيش يا ابن مرجان او ابن مرجان جاي جاي جايني تو تعال ابوي اليوم لازم نحتفل عندنا قرنقشو قم قم يا خالد بس خلاص احنا هنا ما جايين نضحك هذا برنامج يلا كل واحد مكانه ارجع ارجع حي الله حي الله حي السلام رحمه الله كيف حالك؟ كيف صحتك؟ بخير حياك الله تفضل تفضل كيف حالك؟ كيف صحتك؟ يا حي مرحبا حياك الله كيف حالك؟ كيف صحتك؟ بخير يا حي هلا يا هلا مرحبا تفضل تفضل ترى اذا فضحنا الله يضحك تفضل استريح استريح يا حي مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله شو اخبارك؟ كيف حالكم انتم بخير؟ الله يعافيك يا حي مرحبا يا هلا مرحبا حياك الله اي يبا العصا هذا العصا عصاي عصايك؟ اي نعم تفداك تفداك
ابو نازل طبعا وصل الضيف، كيف حالك يا الحمد لله، كيف حالكم انتم؟ بخير؟ بخير الله يسلمك. الاولاد والاخوه والجماعه كلهم بخير. طبعا اليوم راح يكون برنامجنا في محاشي، ونذكر بالسؤال والمتسابقين اللي بيتظهر صورهم على الشاشه، ابراهيم موتو رقم واحد، ورقم اثنين بيكون كماكا، وان شاء الله لازم تسوتوا لهم عشان يفوزوا في السيكل البي مكس ولا الـ16. خليكم معانا في برنامج محاشي، اطلع فاصل يا ابو نازل. اليوم على هذه الحالة ايش نسوي؟ 30 سنة واحنا ندخل المايك من تحت الكندورة، يا اخي تطوروا شوية. ناس وصلت القمر واحنا بعدنا. يلا ايش نسوي؟ كيف؟ نعم؟ في مذيع جديد؟ لا 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 لا، انا ما اقبل. يعني احنا المذيعين القدامى ايش نسوي يعني؟ والله حاله، يعني احنا خدمنا هذه الهيئه 35 سنة والحين جايين تبدلونا؟ هذا كلام مرفوض. صح صح، انا من عشان ارفض. يلا نتمنى يكون عنده شيء هذا المدير الجديد. ابا نشرح صلي. السلام عليكم. عليكم السلام. ماريد ماريد شاهي. اسمه شاهي، انا المذيع الجديد اللي معك. ايش؟ المذيع الجديد؟ اهلا. كيف حالك؟ حياك الله. منور. تفضل 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 تفضل. لا لا، ايش؟ ايش؟ تفضل. تفضل من ورا. يا اخي خلى عندك تقنيه شويه، خلى عندك مهنيه، احنا ناس مهنيين. شو استاذ؟ تفضل تفضل. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. حياكم الله. توقعت انك بترحب فيني وبتكون يعني لازم سنة. لازم 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 ندعمكم، انتم شباب المستقبل. ايوه نعم يا يعني احنا المذيعين القدامى لازم نشجعكم، لازم نعطيكم، لازم يعني عرفت انت بروحك يعني. طبعا عرفت. شكرا يا استاذ. شكرا شكرا. ايوه لا حقيقه لا اعلم. ادور نفسك ادور نفسك، احنا ناس متساعدين في الحقيقه. لا اعلم يا استاذ كيف اجازيك بصراحه يعني. لا شكرا جزاني. شكرا جزيلا لك يعني يا استاذ، من انا من اشد المعجبين في يعني في سيادتك يا استاذ يعني. ما شاء الله عليك، روحك الحلوه وابتسامتك هذه الكبيره. لازم 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 ما شاء لازم الله عليك. لازم طبعنا طبعنا دائما يعني. يعطيك العافيه. شوف استاذ، اريدك هنا يعني تقدم على راحتك، ما باك برسميه، اباك انت تقدم شخصيتك، شخص عادي، واحنا ان شاء الله بندعمك بكلوزر، بتاكسي، بيك اب، ما في مشكله. عجبتني هذه كلوزر. أيوة أيوة. انا بسوي مثلك، مثل ما انت تسوي انا بسوي. حاضرين حبيبي. عفويه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أكدت بعض الطيور المهاجرة إلى الغابة بأنها ستقوم ببعض الفيضانات التي أكدها مجال تاريخي. نعم، وكذلك في المجالات اللا استوائية الرمزية قد تنجلي أحيانا إلى بعضها من بعض أكثر. عندي؟ نعم. مما أكد ذلك في النشرة التي كانت من قبل الذي نتحدث عنها، مما أكد الفيران في هذا الفيضان الذي أكده الناس في مجال اقتصادي ومجال تاريخي مما كان له. هذا وأعرب بعضهم عن توجهاتهم اللامغناطيسية في الأمور الاستوائية، مما أدى إلى بعض التدخلات اللامعروفة من بعضهم البعض. هذا ويستكمل الحوار مع زميلي، تفضل. أنا؟ أما الآن نستقبل الضيف الذي كان له مجال في حق المكابيس، وليتفضل مشكوراً.
هذا الضيف الذي لطالما تابعتموه. عفوا يا طيب. ما في اي مشكله، تفضل. كيف يمر من قدام الكادر يعني؟ ما في مشكله، احنا هنا تفضل في مجال هذا. تفضل تفضل يعني. تفضل اخي الكريم. طبعا احنا نرحب فيك في هذا الاستضافه، في هذا اللقاء الجميل الذي يجمعنا مع بعض. بالتالي يعني احنا من اشد السعداء في تواجدكم معنا، واحنا لطالما تنبثق الامور من موجب استدعاءاتكم على هذه الطاوله. يا اخوي عارف ويا اخوي يا محاب، هيش هل مغيه عرامكم تتحكون؟ بريك بريك، هتفشلنا تو احنا قدام الهواء، احنا لازم نتصنع، لازم نقول مذيعين وش فيك؟ محاب كلمه قحك بليس بريك. انت الحين نحن جايين هنا عوك نقدم على وظيفه وسوونا هذا الاختباء، لا تخرب عليني. هذا هذا الكلام هو اللي يمشي هنا سيده. نعم اقول لك، ماذا تفكيرك بالواجبات الذي ستنبثق من وجود عندك؟ نعم فرحه يا اخوي، الواجبات اللي تنبثق من نكتفي بهذا القدر. نعم وعندك بحاج معلك. اسمع بريك الحين، نحن اوك نسالك انت الحين بريك، انت جيت هنا على الطاوله بريك، انت اسمك بريك، تسمع انت جيت لهنا، هل انت تعلم انت ليش على هذا المكان موجود؟ علل. أنا بعلل على الحاجة اللي بسم الله بسم الله. أبريك أبريك، خلنا في أنت وش فيك؟ خلنا شوي نتقيد في الشخصية بعد. والله العظيم والله ما يلست حتى عند دقيقة معكم. راح أبريك، رفعت علي رفعت علي. أبريك أبريك، قحك بليس أبريك، قحك بليس أبريك. أبريك ورطنا أبوي، خلنا في شخصياتنا، خلنا في أمورنا، نرجع إحنا دام هذا الكاميرا ابو سلوم كنت سويبه كذا زين. ابو سلوم اشتغل، خلنا بشخصياتنا ما تقديم ايش الحاله. وإليكم لا حول، وإليكم هذا الختام. اعزائي المشاهدين، بعد ان انسحب هذا الضيف من الحلقه، نعلن اننا لسنا مسؤولين عن هذا الانسحاب، واليكم ختام النشره. كان معكم احمد وساو. السلام عليكم أحبابي الكرام، اليوم نتحدث عن شيء عظيمة، عن شيء عظيمة، عن شيء عظيمة، وهي شيمة الوفاء. وهذا خلق رفيع. شيمة الوفاء ينقصنا في هذا الوقت شكرا. الوفاء حاجة عظيمة ما حد يقدرها في بيته ولا وسط أولاده، حتى لو الإنسان تعب سبحان الله ترد عليه هذا الوفاء. يذكر حد الأصدقاء بأنه ذهب إلى مكان معين وكان يتمشى هو وأولاده في وسط حديقته، وما حد كان هناك موجود، كان موجود حتى في بيته. ويذكر العالم الألماني يوم مرة متطحن قامت تكيل، ف ارفع ارفع خلاص نزل.
وفاء زوجه خلق رفيع. يعني وين بتحصل زوجه تعزل لك فخذ دجاج، ودجاج ايش؟ مثلج، وداخل مطبخه، داخل مطبخه يولف وركه عشان ياكله ويقدر اولاده. هذا وفاء وخلق وشيمه عظيمه، شيمه عظيمه. خلينا نشوف هذا المشهد. لا غيرناها، ها اقطع وفكني يا ريضتنا يا ريضتنا. هنا لكن والله هذا خلق رفيع، يعني ما نشوفه الحين في بيوتنا، ولا هذا الرجل يشوفه ببيته، ولا وسط أولاده. هذه زوجة رفيعة ما حد يحصلها في هذه الآونة. ما كذا ذكرني باللوح، يا لوح. هذا الخلق الرفيع، واحد مغلط على الآخر إذا قال لك لوح قل له نعم أنا ما لوح، أنا يمكن بليوت. الإنسان لازم يكون خلقه رفيع ويكون موازن في كل شيء. وش تبى يدي؟ خلني على راحتي، أنا ألعب على كيفي. وهذه شيمة كبيرة أو صغيرة، والإنسان في بيته. ايش من نجاح، اخبارك؟ الحمد لله عبدي، انت شو اخبارك؟ تمام والله، الله يعافيك. نسيتي تطلعي على الطابوق؟ يلا طلعي طلعي عشان نبدا البرنامج. ايه لحظه بس، خلنا نطلع على الهواء وبطلع. لا طلعي الحين، لا تسوي لنا مشاكل عاد. يلا يلا عاد مناجاه، طلعي خلي نفسك يعني خلاص انك انت زين. عاد تاكلينها بس. ها مستعده للبرنامج؟ ايه ان شاء الله. ايه بش اليوم عندك البنات ترى والشباب عندي. ايه اكيد عندي البنات، واكيد راح نفوز عليكم اليوم. زين بنشوف. عبني ما اعرف، احس ان الميك اب شوي اليوم. لا ما شاء الله عليش طلعتها بليل. شكرا طول عمري. وليش هذا زغده نفسك ليش؟ هاي يسمونها التحجيبه الفرنسيه. خف علينا انت. يا مسا الوردات.
هلا هلا. كيفك عبني؟ الحمد لله استاذ، شخبارك؟ الله يعافيك. كيفك مناجات؟ الحمد لله استاذ. اسمعني ولك عبني، اليوم انا مرشح. تعرف شو يعني مرشح؟ مرشح عظمة الشورى شو؟ حلو تمام بتعيده. مرشح يعني مزكي. ايوه. اسمعني عبني، اسئلة الشباب معك، اسئلة البنات مالك علاقة فيها. ان شاء الله. سامع؟ يعني شايفهم ولك يا احلى شوارب، ولك والله احلى شوارب تخبرني. لا استاذ هذه ما شوارب. ولا شو؟ هذا شويه مبدل شفت بين. تعبرني ابر ولك. تعرف؟ والله ما في غيرك محلي هالبرنامج. شكرا استاذ. انت لازم. وباس. لازم. حبيبي. مناجات. يا عيوني انت يا مناجات. ولك سيبي هالبيبي شوية، سيبي خلاص. أستاذ قاعد أكلم صديقاتي عشان يتصلوا في البرنامج، يقولوا إن برنامجنا حلو وإن أنا طالعة حلوة. ولك تعبريري، ولك صبعيني هذول بعين اللي بيقول عكس. إيه آمين. ولك شو هيدا؟ برج الصحوة؟ يا عيني تعبريني أبر وليك. شو المناجات؟ إيه السؤال الصعب شو بتعملي فيه؟ شو؟ بتحولي عبني. إيه. على طول ان شاء الله. اذا بيعرفك بيعمل لك شيء ولك خبريني، والله لا طير طيار. ايه طبعا. لا ما بيقدر علي هو يا حبيبي. انت إيه. يلا هني عنا الكرتوني. إيه؟ هالكرتوني عارفين شو بتعمله. نعم سر، بس هذا وايد صغير. هيدا احلى شيء، هذا حجمه على حجم المتسابقين اللي عنا. شو بتعملوا فيه بتعرفوا؟ الجوائز والمصاري والسحوبات كلها من هاون. من هاون؟ من هاون. من هاون وليش؟ متفقين؟ من هاون. من هاون. متفقين. السؤال الأخير، مين اللي بيفوز؟ الشباب ولا البنات؟ طبعاً الشباب. واحد واحد. استني مناجات، الشباب ولا البنات؟ الشباب هم اللي بيفوز اليوم مناجات. الشباب ولا البنات؟ هم اللي راح يفوزون اليوم. أنا زين اللي في القدر طلع الملاس. يا عيني يا عيني. ولك والله الله في سماه ما إنه محل البرنامج إلا توم وجيري. ستاند باي. يلا. مساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، طبعا اليوم نرحب بكم في برنامجكم خسارتكم اكيد، ما اكيد وحده، اكيدين. اليوم طبعا راح نتواصل معاكم مع اتصالاتكم ومع زحمه اتصالاتكم، وارحب هنا بزميلتي مناجاه. شكرا عبني، حياكم الله معنا مشاهدينا، ومثل ما قال عبني ان شاء الله اليوم راح تكون معنا اسئله، واسئلتنا راح تكون كثير 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 كثير. شنو علقتي؟ صعبه راح تكون، بس ان شاء الله راح تكونوا انتم فايزين معنا في برنامج خسارتك اكيده. نعم خسارتكم أكيدة، ما في مجال يعني، خسارتكم أكيدة أكيدة، بزحمة اتصالاتكم ما اتصلتوا، أنتوا تشوفونا وما تشوفونا، بس اليوم الشباب هم الفايزين، أنت الشباب هم اليوم فايزين 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 فايزين. فايزين رجعنا فايزين. على نفس الموضوع، شو علقت؟ لا ما علقت بس غير واحد. واحد واحد. رجعنا على نفس الموضوع يا عبني، وكل أسبوع يقول نفس الكلام، وطبعاً وأنا دائماً أقول لك إن البنات هم اللي راح يفوزون، يعني عادي عادي أنا ما راح أقول شيء ولا راح أتكلم، أنت شوف الاتصالات اللي راح تجينا وراح نشوف ايش اللي راح يصير. نستقبل اول اتصال، في سؤال يلق 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 كذا مره يلق يعني، ونستقبل اول اتصال ونقول الو. الو الو. في كحه عاد لا تخلون اليوم وايد فيني كحه يعني. الو. صحه صحه على قلب. الو عبني. نعم معك عبني، منو معانا؟ يلا اجو ساعدني. انت سالت عشان نساعدك، بعدك ما سالت يعني، خليك انت اول ادخل في البرنامج. انا اقول لك هلا. ماشي خيارات عندكم؟ خيارات على شنو؟ احنا بعدنا ما سالنا، بس انت من اسمك اول؟ انا اسمي يحيى. اسمك مين؟ يحيى. يحيى؟ ما علي اصير لك اليوم لميس. يا اخي الناس كلهم مركزين على يحيى ولميس، ليش يعني ما فيها شيء مناجاه وانا يعني ما فينا شيء. أقول يحيى. نعم. علامة منادى اليوم داية طويلة. والله كشفتهم؟ لأن طال عمرك الطابوق يشتغل تحت، يرفعهم شوي. بس يحيى ممكن تقصر على طول التلفزيون شوي، تخليك بعيد عن ال. لا لحظة شوية. نعم ما أسمعك. ألو. ألو. يحيى. أيوه.
يلا نبيك شوية تحمس معانا عشان نسألك السؤال وتكون كذا يعني الشباب دائما حماسيين وعندهم يعني أشياء حلوة. زين حبني يا أخي، ما حبني أنا، شو حبينه؟ عبني أنا فيني حماس وفيني بس ساعدني يا الله ساعدني يا أخي، سألنا عشان نساعدك. لحظة شوية بنساعدك إن شاء الله بنساعدك. يلا خذ السؤال. السؤال يقول لك، ما هو صوت الكلب؟ عواء ولا وه وه وه؟ ما هو صوت الكلب؟ عواء ولا وه وه؟ يلا ده سؤال صعب عبني. السؤال شو؟ صعب. الإجابة صحيحة، نعم لقد توفقت بالإجابة وأنا أعتبر السؤال صح. شكرا اتصالك. أنا مثل ما قلت لك يا مناجاة أن اليوم إحنا فايزين، مشرشحينكم بأي طريقة. طيب خلاص الحين راح نشوف وراح نستقبل بعد اتصال معي أنا ونقول ألو السلام عليكم. ألو يا هلا. عليكم. وعليكم السلام، الاسم ومن وين؟ مناجاة، شخبارك؟ الحمد لله أحسن منك. من معي؟ وياك لطيفة. هلا لطيفة، من وين تكلمينا لطيفة؟ أكلمك من الشمال. لطيفة، اليوم مثل ما سمعتي عبني احنا لازم نفوز على الشباب، ها؟ شدي حيلك معي يا لطيفة. بس مناجاة تردوش تساعديني؟ لا ان شاء الله ما يهمك، احنا قد ما نقدر يعني، وانتم مثل ما تعرفون اسئلتنا صعبة صعبة صعبة. يلا مشي حالك انت، بس السؤال نسمع السؤال ونشوفه على الشاشة. سؤالنا لليوم، سؤالك يا لطيفة يقول، ايش احلى شيء في هالبرنامج؟ انا ولا عبني؟ انت ولا يلا يا لطيفة علشان الوقت. يلا ايش احلى شيء في هذا البرنامج، انا ولا عبني؟ بتفوزيني؟ يلا انا بنعرف ترى ما في وقت. يلا منو احلى شيء في هالبرنامج؟ من الحلوة؟ وانتي صح وفزتي معانا، الف 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 مبروك. هاي يا عبني، شفت كيف لطيفة فازت معانا؟ وراح نعرف انا وانت والمشاهدين في نهاية الحلقة ان البنات اكيد هم راح يكونوا الفايزين معانا في هالحلقة. لا اسمعي، اليوم الشباب هم بيفوزوا عاد. البنات هم اللي لا لا لا، الشباب هم اللي راح يفوزوا. البنات يعني البنات. بعدين تعال، انت غريبة اليوم ما شربت مي. تعال ذكرتيني والله، ما اخذت رجفة خليلا من الماء. خليني اخذ. عوافي تبي رشفة ماء؟ لا شكرا. وصلنا للحظة الحاسمة من برنامجنا ومعاك اكيد يا عبني، واللحظة الحاسمة مع الصندوق والسحب. انا خايف من اللحظة الحاسمة، بس ما عليك، الشباب هم اللي بيفوزوا ان شاء الله. انت راح تفوز اليوم. هي انا كل ثقة ان شاء الله ان البنات هم راح يكونوا فايزين معنا. بنشوف، خلونا نشوف اللحظة راح تكون معنا ان شاء الله فايزة. وليد هذا الكرتون الصغيرون، نشوف من اللي راح يفوز معنا. نشوف. شوفوا يفوني، يعني قصدي تشوفوا رموشي. انا مكحل. اخاف مكحل اليوم عبني. لا طبيعي. نشوف الفائز معانا. فادي. فادية. لا فادي. فادية الفائزة معانا. فادية كيف؟ لا لا لا، أرجوش لا أرجوش أرجوش. فادي. 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 ما تعرف تقرأ أنت. لا فادي. فادي اللي فايز. حرام على المناجاة. كم مرة أقول لك أنت إيش فيك؟ ليش ما تسمع كلامي؟ ما عبني. بس منك ليلو، بس فضحتونا. إحنا على هوا، إحنا على الهوا فضحتونا. لا فادي ولا فادية، برنامج مع بدي مع بدي. ولك فركش فركش فركش. Thank you.
اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء، طبعا نرحب بكم على الفطور ونتمنى ان نقدم لكم حاجه ترضي في هذا. خبرش كملي منى. طيب اخي يعقوب، ان شاء الله اليوم راح تشوفوا كل ما هو يرضيكم اعزائي المشاهدين المستمعين النايمين، كل ما هو مفيد وجديد في هذه الحلقه ان شاء الله وباذن الله. تابعونا، يلا يلا. منى طبعا نتمنى اليوم ان نتوفق في هذه الحلقه وان شاء الله يكون استعداد جميل. ايش استعدادك اليوم؟ ان شاء الله اليوم راح نقدم فقرات جميله وضيف جميل خفيف على قلوبنا، كلكم تحبوه وتكرهوه في نفس الوقت، والضيف سوف يصل بعد قليل. نعم نعم نعم، متواصلين معاكم. طبعا راح ننتقل الى فقره ثانيه من برنامجنا ومع الشيف. اطلع اطلع كاميرا مع الشيف. طبعا اليوم حضرنا لكم اللي هي وجبه ايطاليه اللي هي بابلو بالقاشع والعوال. بنشوف المقادير اعزائي المشاهدين وراجعي لكم. عودة مجددا مشاهدينا الاعزاء، طبعا راح نتواصل معكم في هذه الفقره اللي معنا الضيف، وان شاء الله يكون ضيف خفيف. السلام عليكم ضيفنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله. ان شاء الله بس تكون ضيف ثقيل، اقصد خفيف ان شاء الله. لا خفيف خفيف. بس بغينا انك تخبرنا كيفيه طريقه الاعلانات بالطريقه عن طريق اللغه اذا ممكن، يعني الطريقه البوتقية. نعم هذه هي البيزنقية. نعم نعم، هي عبارة عن قشرة عيش حافية. مش معقولة مش معقولة مش معقولة مش معقولة أن البوتقة هي تأتي من السريالية. نعم، لأن أنا يعني دائما نذكر في بعض الانترنت، مش معقولة البوتقة. نعم تفضل تفضل كمل. فأنا صار لي 7 سنوات أدرس خارج البلد عشان أجي ب ب ب ب بشيء جميل راقي، شيء مميز. نعم نعم، في تقديم الاعلانات. يعني انت تريد شروا ما شفت هذا الاعلان اللي راح يعرضونه حقك بعد شوي. أكيد. نعم. أكيد. هذا انا اتحدى كل شركات الانتاج وكل قنوات التلفزيون ان تنتج مثل هذا الاعلان. نعم. يعني اعلانك يكون مفخم بشكل كبير. نعم. وفي تقنيات كثير حديثه وممكن لاول مره يعني معانا. نعم. بس تخبرنا عن امكانيه التقنيات البيولوجيه السيلوجيه لو. نعم نعم، تقنيات البيولوجي. بس 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 خلاص، طبعا انت عندك هذه البوتقه ما بوتقه، خلينا نطلع نشوف هذا الاعلان ونرجع لكم، تابعونا. الكل يسالني ايش يميزنك عزابي؟ انا عزابي لاني مهما اخذتني مشاغل المدينه ما في شيء ينسيني طلعت لبلاد اخر الاسبوع. انا عزابي لاني اعشق كره القدم واشجع فريقي فايز او خسران. ايش يميزنك عزابي؟ اني بسالك عن علومك واخبارك اذا شفتك المغرب، حتى لو كنت بتغدي معك الظهر. وضيفي عندي ابدا من اهلي، وبيتي ابد ما يخلى من القهوه، واكلي ما اتهنى به الا بيدي مع اهلي وقرايبي ومن صحن واحد، وما اتلذذ به إلا إذا كان رطب المبسل. رجعنا لكم مجددا، سامحوني على هذا الإعلان، هذا إعلان؟ إعلان أنا بوتقة وبوتقة وسريالية في هذا الموضوع، هذا ما إعلان، اطلع برا، اطلع. إيش هذا الإعلان؟ صح، برا. برا. اطلع برا. أيوه برا برا. إحنا ما فاضيين، برا. اللي بعده اللي بعده خلصنا. يلا يلا مستعجلين. زين. الحين نرجع مرة ثانية عند الشيف ميمو. أعزائي المشاهدين، بعد ما شفتوا المقادير في برنامجنا على الفطور اللي هي الوجبة الإيطالية البابلو بالقاشع والعوال، والمقادير اللي هو 2 كيلو ملح، 1 كيلو خس، و3 كيلو قت، وزبدة البعير. بعد ما شفتوا المقادير هذه، طبعا المقادير ما على كيفكم انتوا، على كيفي انا. انزين الحين هذا اللي هو القلقلان، هذه ما سكين عاد، هذه وجبه ايطاليه يا حبايبي. خلوا بالكم بعد ما تجهز ترى احتمال اني
تلحسوا صوابعكم من وراء هذه الوجبة اللي هي البابلو بالقاشع والعوال. طبعاً البصل ما يحتاج يقشر بس حقه كذا، وثلاث حبات ليمون يابس. هذه وجبة إيطالية طبعاً، وحبة ليمونة. أعزائي المشاهدين، وإذا بغيتوا حلوها طبعاً بشوية صلصل. طبعاً لازم تعملوا فيها شوية فلفل أحمر، وإذا بغيتوا تضيفوا لها قرنين فلفل بنفسجي وشوية هذا وش؟ هذا ليمون عماني. هذه الوجبة الإيطالية اللي هي البابلو بالقاشع والعوال. طبعاً لازم أعزائي المشاهدين تخلطها. طبعاً نسوي لها هذا 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 ملح طبعاً. هذا ملح. بعد ما تجهز هذه الطبخة الإيطالية طبعاً بنحضر لكم العصير الإيطالي على ما تجهز هذه الطبخة اللي هي البابلو بالقاشع والعوال. الحين بنحضر لكم أعزائي المشاهدين اللي هو العصير حال ضيوفنا الكرام. هذا العصير طبعاً إيطالي مستحضر من حليب البعير. هذا العصير الإيطالي طبعاً نحط، وأنا إيش دراني بهذا الطبخ وهذه العصائر. هذا عشان يعطيك، إيش رأيكم يا أعزائي المشاهدين في برنامجنا على الفطور؟ هذا إذا بغيت تعطيه طبعاً، هذا لبن فيلة. هذا لبن فيلة بس للأسف لأنه جاي أحمر. الحين طبعاً لازم تخضه عشان يعطيك. يبغى له خضة زيادة بعد. طبعاً هذا العصير اللي هو اسمه كابتشينو، هذا عصير إيطالي مخلوط مع حليب الفيلة وحليب البعران، كله يكون مخلوط مع بعض. الحين شاهدوا معانا أعزائي المشاهدين هذا الحليب مع العصير الكابتشينو. يا الله، طبعاً هذا عصير إيطالي. شوفوا المشاهدين، هذا أعزائي المشاهدين عصير إيطالي طبعاً. هذا تشرب قلاص تقول لي مرة ثانية تعال زيدني القلاص الثاني. هذا العصير حال ضيوفنا الكرام. رجعنا لكم مجددا طبعا في فقره اخرى مع راشد. وش محضر لنا اليوم؟ مساكم الله بالخير اعزائي المستمعين والمتابعين. اليوم محضر لكم عن طريق هذا الجهاز. اي طريق حدد انت، يا انك في الايباد يا انك في يعني احنا يعني بالتكنولوجيا احنا محضرين يعني ما شاء الله. اليوم وجبه الكمثره. الكمثره اذا دمجناها مع العوال والقاشع مثل ما شفتوا مع الشيخ الشيف يا طيب. لو سمحت طيب حدد مصيرك يعني انت يا انك في هذه الفقره او فقره الشيف يعني حددنا. انتوا عفوا انتوا قلت لي تعال يوم وترك يوم وترك. انا ايش يوم وترك؟ انا ما تخصص بهذا الشيء يا اخي. وبعدين تعال لكن ما أمس منك اصلا. وين امس كنت؟ ليش ما جيت؟ عفوا مخرج. خلاص اي مخرج، انا طالع من البرنامج. وانا بعد من البرنامج. انا بعد طالعه. عوده لكم اعزائي. ايش مجلسنا؟ طلع برا. مع السلامة. طلع. طبعا نختم البرنامج وان شاء الله نلقاكم على خير. تشاو. شميتوا الريح؟
هذا الجماعة على واحد منهم حتى عصير كابتشينو ما حد. أوي مخرجنا أوي هذا ولا واحد منهم. إيش هذا المذيعين؟ إيش هالمذيعين مال اليوم؟ البابلو ما حد، العصير ما حد شربه. خسرت هالتعب اللي سويناه والله العظيم. أخبركم شيء قلب أبو قهكم. يلا في أمان الله.